ضمان العلامة الكاملة في تسمية البيانات. سؤال البيانات لازم تتحصل فيه على العلامة الكاملة. سمع لي يا مليح، نهار باك راح يجيك يا إما في تسمية البيانات كما الحالة واحد، يا إما راح يجيك كما الحالة اثنين. سمع لي يا مليح، نبدأ بالحالة واحد. الحالة واحد يا إما راح يمد لك الجزء من الكل. إذا مد لك الجزء من الكل رايح تمد الكل. أستاذ ما فهمتش وش راك تقصد، نروحوا نجيبوا أمثلة باش تفهم. عدنا هذا المثال الأول، عطالك في عطالك هذا ريبوزون في مرحلة الترجمة. إذا سمع لي مليح، البيان رقم واحد يشير إلى تحت وحدة ريبوزومية كبرى. هنا ما راهش يقصد في تحت وحدة ريبوزومية كبرى، هذا جزء من الريبوزوم، بالتالي هنا في البيان رقم واحد راه يقصد في الريبوزوم. المثال رقم اثنين، عندنا هذه خالية وعندنا هذه نواة. راه مد لك البيان رقم واحد يشير إلى الغشاء الهيولي. هنا راه ماهوش يقصد في الغشاء اللي هو جزء من الخلية، هنا راه يقصد في الخلية كامل. نروحوا المثال رقم ثلاثة، عندك مورثة تصرى لها عملية الاستنساخ، عطالك سهم واحد على السلسلة هذه. هنا راه ماهوش يقصد في السلسلة المستنسخة والغير مستنسخة اللي هي أجزاء من المورثة، هنا في البيان رقم واحد راه يقصد في المورثة. نروحوا للحالة اثنين، إذا مد لك أجزاء الكل فهو يقصد في الأجزاء وليس الكل. سمع لي مليح، هنا الريبوزوم، نرجع نفس المثال، أعطاك سهم هنا وسهم هنا اللي هي أجزاء الريبوزوم. هنا تحت وحدة ريبوزومية كبرى وهذا تحت وحدة ريبوزومية صغرى. نروحوا للمثال رقم اثنين، هنا راه مد لك أجزاء الخلية، نروحوا نسموا أجزاء الخلية غشاء هيولي وهيولا بالإضافة إلى النواة. عندك المثال رقم ثلاثة اللي لك سهم على سلسلة واحد وسهم على سلسلة اثنين، هنا رايح نسموا سلسلة مستنسخة وسلسلة غير مستنسخة. إذا مد لك الجزء من الكل رايح تسمي الكل، اذا مد لك اجزاء الكل هذاك اجزاء الخاليه اجزاء الريبوزوم هنا يا رانا رايحين نسمي كل جزء على حده. اذا عجبك هذا الفيديو، اذا عجبك هذا النوع من الفيديوهات، بارطاجي مع اصحابك للاستفاده. سلام.